الآن سأتي للإخوة الشيعة بحجة في إمام معتزلي اسمه الزمخشري، ليس وهابيا ولا سعوديا ولا حتى سنيا، معتزل من المعتزلة، من رؤوس المعتزلة. وهذا الإمام المعتزلي، المعتزلة والشيعة يتفقون في بعض القواعد. يقول الزمخشري في كتابه، يقول: ولو قلبت القرآن لم تر الله عز وجل في كتابه غلظ وعنف وزجر في موقف أعظم من موقف الإفك. هذا وهو من المعتزلة، فيقول إن الله عز وجل ليس في كتابه تغليظ ولا تعنيف ولا على أحد كما غلظ في موقف الإفك. الله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات ختم الله بها براءة أم المؤمنين عائشة. فهذا الذي يفهم القرآن ويقرأه، أنا أقول زيادة على ما قاله الزمخشري، نقول إن الله عز وجل لما ذكر العصاة قال: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وقال جل وعلا في سورة فصلت: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقال وأخبر أن الجلود والجوارح تشهد مع ختم على الأفواه. في قضية الإفك الله يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فجمع الله ما بين الجوارح ما بين اللسان، ولم يجمع الله ما بين شهادة الجوارح واللسان إلا في حادثة الإفك. بعد هذا كله لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في هذه المبرأة الطاهرة ما يقدح في عرضها. لن تكون أنت شيعيا أو سنيا أو إسماعيليا أو أباضيا أو يهوديا أو نصرانيا، أيا كنت، لن تكون أغير من الله على فراش رسوله. والله عز وجل قبض نبينا صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين في بيت عائشة في يومها في حجرتها وهي مسندة برأسها إلى سحرها ونحرها، وهو مسند برأسه إلى سحرها ونحرها رضوان الله تعالى عليهم. وأنا أقول هذا الكلام بيانا للمحجة وإيضاحا للحجة وبراءة لله حتى لا يلغن عبد في عرض هذه المرأة الطاهرة.